أنا رحت وغيرت اسمي، غيرته بالمحكمة من لارا كوشال لآلاء كوشال وبالقانون، وما حدا رح يقدر يغيره أبداً. بنتي شو عملتي؟ ليش غيرتي اسمك يا لارا؟ مو لارا ماما، آلاء ماما. أنا كان لازم أعمل هذا الشي من زمان، كان لازم أخذ قرار وأمحي كل شي عن الماضي تبعي. لحظات الذكريات بحياتي هي بلشت من وقت لما اجيت لعندكن لهون بصفتي بنتكن انتو. ماما، مرة بابا قال لي شغلة حلوة عنك، انك دائما كنت تقولي لو كان في عندك بنت كنتي رح تسميها آلاء. وهلأ بدي تفكري فيني أنا على أني أنا بنتك آلاء. أو ماما بليز، خلص بلا ما تبكي. طيب وهلأ يا سيدة وسيد كوشال ألف مبروك إن شاء الله. الله يحميك. يلا يلا بسرعة روحوا عدوا لشوف بنتكن آلاء، رح تحضر أطيب فطور بالعالم لإلكن. يلا عدوا روحوا. خير؟ شبك أميرة؟ ليش متوترة هيك؟ فاروق صح إنه لارا هي مبينة مبسوطة من برا، بس أنا بعرف عن جد إنه هالبنت عندها ذكريات بتوجع كتير، وهي حابة إنها تمحي كل الذكريات والأوجاع من حياتها القديمة. بس قلي نحنا كيف فينا ننسى الماضي بهي الطريقة البشعة مثلا؟ عن جد أنا خايفة، خايفة إذا التقوا رشا ولارا سوا أكيد رح يصير معاها صدمة، أكيد بوقتها هالبنت رح تتحطم. أميرة لا تحكي هيك، خلاص البنت غيرت اسمها هلأ، ورشا أكيد ما رح تلاقي لارا.